وربطنا على قلوبهم. هذه الكلمة عجيبة، وربطنا على قلوبهم، يشعرك أن القلب يحتاج إلى رباط، يشعرك أن القلب إذا امتلأ إيمانا وتقوى وإخلاصا وصدقا هو بحاجة إلى أن يتكرم الله على صاحبه فيربطه برباط لئلا يتسرب الإيمان منه. فإن الإيمان أحيانا يتسرب من القلب، والإخلاص أحيانا يتسرب من القلب، والزهد أحيانا يخرج من القلب، فيكون الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يتكرم الله عليه كما تكرم عليه وملأ قلبه إيمانا وثباتا وإخلاصا وتقوى، أن يتكرم الله عليه بعد ذلك برباط يربطه فيثبت على دين الله، ويبقى هذا الإيمان محفوظا محفوظا. وربطنا على قلوبهم، يحتاج الإنسان، يمر الإنسان أيها الأخوة أحيانا بأوقات هي محكات، يمر بفتنة، يمر بنظر، يمر بشهوة، يمر بابتلاء، يمر بمحنة، يمر بموقف. هذه المواقف يحتاج الإنسان فيها إلى ربط على القلب، لأن هذه المواقف الاحتكاكات هذه أحيانا إذا لم يثبت الله سبحانه وتعالى الإنسان، وإذا لم يربط الله على قلب الإنسان، أحيانا يخرج شيء من الإيمان، وينقص شيء من الإخلاص، وينقص شيء من التقوى، ويذهب شيء من يتسرب من القلب هذه الأعمال القلبية. فاحتاج الإنسان إلى أن يدعو ربه بهذا الدعاء.